عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم إلى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادما من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن ترأس جلالته وفد مملكة البحرين إلى قمة جدة للأمن والتنمية والتي أنهت أعمالها في مدينة جدة في وقت سابق اليوم. هذا وكان حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم قد غادر بحفظ الله ورعايته المملكة العربية السعودية الشقيقة في وقت سابق اليوم. رافقت جلالة الملك المعظم السلام في الحل والترحال